اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الابتدائي. النهارده ان شاء الله هنبدا بحل اسئله الكتاب في الانشطه العامه والتدريبات على الوحده الثالثه. ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره غير الصحيحه. البخل صفه جميله، طبعا خطر لان البخل صفه قبيحه. نال البخلاء عاقبه بخلهم، طبعا هم نالوها لان زي ما احنا خدنا في الدرس اللي هم نالوها. يعني يندم الكسول على كسره، طبعا صح. تسعد الطيور بنور الصباح، طبعا الطيور بتسعد بنور الصباح. عبر عن رأيك في كل من رجل يتكاسل في أداء عمله، طبعا ده سلوك خاطئ. صديق يتخاصم مع صديقه، ده طبعا برضو سلوك خاطئ. وعندنا طفل ينفذ نصائح والديه، طبعا بقى السلوك ايه الصحيح. عبر عن الصور الآتية مكونا منها قصة، فعندنا هنا واحد بيتشاجر مع واحد صديقه، وهنا المدرس بيصالح الصديقين دول مع بعض. هنا تشاجر الولد مع صديقه وقال لنا عبر عن الصورة وكون منها قصة. فجاء المعلم ليصلح بينهما، هنا فتصالح الولد مع زميله وعادت بينهما المحبة. أكمل بكلمات مناسبة مما بين القوسين. العمل خاصمت الناس المخادعة. واحد، لا يحبون الكسول، طبعا الناس لا يحبون الكسول. غضبت الأم من أميرة لأن صديقتها، طبعا لأنها خاصمت صديقتها. يعطي الله الجزاء على خير، طبعا العمل. قرر الحاكم محاكمة المخادع، طبعا رتب الجمل الآتية وكون قصة. أول جملة عندي وشاهده بعض المارة، تاني واحدة سرق اللص المال ونال اللص عقابه، فجرى اللص والناس تجري خلفه، فأمسك الشرطي باللص ورآهم أحد رجال الشرطة. طبعا أول جملة عندي سرق اللص المال، تاني جملة عندي وشاهده بعض المارة، تالت جملة عندي فجرى اللص والناس تجري خلفه، تالت واحدة رآهم أحد رجال الشرطة، رابع واحدة فأمسك الشرطي باللص، خامس واحدة اللي هي الأخيرة بقى خامس واحدة ونال اللص عقابه. وإلى اللقاء مع درس جديد على نفهم نتعلم ببساطة.